أكد نائب رئيس المجلس السياسي الأعلى الدكتور قاسم لبوزة أهمية تنمية الإيرادات وتطوير مستوى تحصيلها لمواجهة الحصار الاقتصادي وتبعاته على المواطن. وأوجه لبوزة أثناء لقائه وزير المالية الدكتور صالح شعبان والقائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب طارق المطهر والقائم بأعمال رئيس مصلحة الجمارك يحيى الوسطى، وجه وزارة المالية بإعداد خطط مالية عاجلة للمرحلة المقبلة تنطلق من أسس إدارة الأزمات وتعزز صمود الشعب اليمني، وكذا سرعة تنفيذ الخطة المعدة لمكافحة التهريب واستحداث مراكز رقابة جمركية جديدة بما يضمن حقوق الدولة وحماية التاجر الملتزم بقانون الجمارك. ووجه بتفعيل الاتفاق مع وزارة الاتصالات بخصوص عمل الربط الشبكي مع شركات الاتصالات ومصلحة الضرائب ووضع آليات ناجعة لتحصيل ضرائب العقارات وسرعة تحريك قضايا المال العام في الضرائب والجمارك أمام القضاء بالتنسيق مع الجهة المعنية.